يا باحث السعادة، واسعد الله مساءكم، مساء الفل عليكم. عايز اقول لكم قبل كل حاجة لا تنسوا الاشتراك واللايكات والشير ودعم القناة. على فكرة انا مدرب رياضي ناجح بفضل ربنا، والله يا جماعة اقسم لكم بالله لما كنت مدرب رياضي ناجح ما كنتش هوصل لكم المعلومة زي كده، اللي كل الشباب وكل البنات وكل اللي بيتمرنوا في الجيمات حتى الابطال عالم ابطال كمال اكتام، المفروض انكم تقدروا قناتي وفي ده ممكن ينزل على اليوتيوب وعلى التيك توك. انا مدرب رياضي ناجح لاني بشتغل بما يرضي الله وبتكلم ما يرضي الله. النهارده ابطال العالم لما يخشوا الجيمات من غير ما يعملوا احماء من غير ما تسخن، انا دخل اشيل 20 كيلو 30 كيلو وتلاقي عضله الكتف نايمه. اتعلموا نتيح من الكابتن عزوز، اقسم لكم بالله ما هتلاقوا في الزمن ده مدرب رياضي ناجح يتكلم بالطريقه اللي انا بتكلم بيها. اقسم لكم بلب الكعبه هتبقوا معايا في كل فيديو وفي كل كلمه بقولها. ولكن كده بقول لكم اي شاب بنات شباب اعمار كبار عايزين يا جماعه تتمرنوا معايا اهلا وسهلا. انا من اسكندريه موجود في اسكندريه وانا كاسكندراني، عايزين تتمرنوا معايا اهلا وسهلا بكم. انا هدفي في مجال الرياضه ان اشجعكم واحببكم في الرياضه اكثر من كده. مش عايز اتمنى بس انكم ما تخرجوش عني فكره سيئه، مش معناها ان انا هاخدك معايا او هاخدك معايا همرنك للنادي، لا ابقى معاك في التمرينه كده صح كده غلط. انا بعمل الكلام ده في الجيم على فكره. في شباب سن 15 بيتمرنوا غلط بقول لهم كده صح، واخدوا عليا حد دلوقتي لما اغيب عن الجيم يومين ثلاثه يقول الكابتن عجول فين كبار حتى كله، لان انا فضل ربنا عيني على كل لاعب، مش زي المدرب النايم كده في الجيم يقعد يتفرج وخلاص، لا انا الحمد لله فضل ربنا من المدربين الرياضيين الناجحين ابقى عيني على كل لاعب. هو ده هدف واجب على كل مدرب رياضي ناجح. هل احماء مهمه كل يوم؟ كل يوم لو هتتمرن كمال اكتام اعمل احماء. ايه هو الاحماء؟ عضله الكتف نايمه لازم تسخنها، عضله الكتف نايمه لازم تسخنها، عضله الباي نايمه لازم تشغلها اعمل لها احماء، عضله الصدر نايمه اعمل لها احماء، الجسم كله نايم اعمل كارديو هرول او امشي على السير. ايه هو الاحماء؟ الاحماء ان انا اعمل كده 1 2 3 من 1 ل10 اتخن كويس، من 1 ل10 اتخن كويس كده كتف تخ رقبه، من 1 ل10 من 1 ل10 اتخن كويس كده 1 ل10 اتخن قطنيه، تخن قطنيه من 1 ل10 اعمل كارديو تخن جسمي. لازم ندي كل حاجه حقها، ندي كل حاجه حقها. اللي متيعمل احماء النهارده ومثلا لا قدر الله حتى لو انت لعبت امبارح او حتى لو انت لعبت امبارح كمان اكتر، افرض انت الحته دي واخدها راحه. اعذروني يا جماعه على تقطيع الفيديو، تمام؟ عاد حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، التمرين الاحماء ان انت تخن دراعاتك وتخن رجلك وتخن كتفك وتخن باي تراي وتخن، لازم تخن كل حته في جسمك. الاحماء مهمه جدا جدا. والكباتن الكبار المدربين الكبار اللي في الجيمات لما يشوفوا كلام ده هو الكلام كابتن عزوز صح، ولازم نعمل علينا. انا لما كنتش مدرب رياضي ناجح كنت اقول لك يا عم يلا اتمرن اتمرن اتمرنوا اتمرن على طول من غير ما تعمل احماء. فتمرين الاحماء مهمه جدا جدا. اتمنى منكم التفاعل والشير ودعم القناه. يا اللي بتقولوا كابتن عزوز مش بنزل فيديوهات عن الرياضه، انا ياما نزلت فيديوهات عن الرياضه لكن انتم مش بتقدروا التفاعل واللايكات والشير والدعم.